المتابعين المستمعين، نحن الآن في لايف جديد للتغطيات الإخبارية واللايفات الخاصة من هنا من منطقة عين شمس. نحدثكم الآن مع اثنين أشقاء توأم، هنتعرف بيهم ونشوف هم يعملوا إيه. أتعرف بيكم، أنا إيهاب، شهرتي إيهاب التوأم، مغني مهرجانات، عايش مع المزيكا على طول. وده أخويا مصطفى، بيلعب بلد درامز وبيلعب آلة اسمها طورة، وبيلعب على الآلة اللي هي الطبلة، وشغالين من زمان في المجال دوت. بس طبعا مفيش الفرصة إن احنا نظهر. حتى أنا عملت أغاني كتير، سجلت آخر مرة كنت عامل كليب على قناة شعبيات، وبرضك ربنا ما عرضش يعني. لسه بتغني بقالك قد ايه؟ انا بغني دلوقتي، انا عندي 30 سنة، انا بغني بقالي اكتر مثلا من حوالي 12 13 سنة. كلمني اخر عملت كام اغنية ونفسك في اخر الفترة الجاية؟ عملت حاجة اسمها اوعى تيجي على نفسك، صورتها كليب، كنت انا وشخص اسمه طاب لمونة، ومعانا واحد تاني. طاب لمونة دوت طبعا كان عامل اغنية زمان اسمها علي علي من شبرا هو، وكان معايا واحد تاني اسمه وليد. مين من جيلك اشتهر دلوقتي من المعروفين؟ جوستا، ناس كتير من دول، السادات، اوكا، اورتيجا، الناس دي كلها عامه دلوقتي بيتكلمهم ولا لا؟ لا بيكلموك؟ لا لا، مع ان ريشا اخويا، ريشا اخويا، وعلى طول كنا ممكن نكلم بعض على الواتس ونخش مع بعض افراح. بعد ما هم اشتهروا بيكلموك ولا لا؟ لا لا، مفيش مكالمات. انا حتى كنت ببعت له على الواتس واكلمه على الواتس الاول. دلوقتي لو جيت مثلا بعت له، لو وريتك التليفون مفيش رد. هتسمعوني ايه النهارده؟ اي حاجه انت عايز تسمعها. انا عامل اغاني كتير، عامل حاجه اسمها اوعى تيجي على نفسك، وعامل حاجه اسمها انت ولا حاجه. سمعني صوتك. اني اوعى تيجي على نفسك ولا الاثنين؟ الاثنين. اول حاجه اللي هي بتاعت اوعى تيجي على نفسك دي، كلماتي ولحن، لحن استاذ وليد نصر، والتسجيل كان في استوديو ادهم الشنواني. اتفضل. الاغنيه بتقول لك طبعا الاغنيه من اولها، من دخلتها ولا من؟ تمام. لا عادي، روح ماشي. الاغنيه بتقول اوعى تيجي على نفسك، اوعى اوعى تضيع نفسك، ما ديش الناوي جاي لك على المكسب ناوي، اليوم بيشجع الشارع هنولع، هنفرح مصر الليله، ايام كمان هنرجع، احنا معانا المفتاح، معرفش الف ولا طول ولا حاجه، وعكت يعيش الدور.
شاركوا ولا فور ولا حاجه وعد يجي على السكه ولا اطلع على الفن ولا حاجه. اسمعني يا بطرش معروف اصلا بكرش ولا حاجه تلعوا هالمتوب عالبرامج وتخافوك ولا حاجه يا عيالي يا مرشدين هتروحوا مني فين ولا حاجه. اسمعني ما تفتحش كلامي ما بيجرحش. بص 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 انا معروف اني برص ولا بتلعبوها من امتى يا سامي جوه ارجنتا. اهلا وسهلا بالغالي بالشر اللي كان ولادالي تبكسفه تبحرفه انا بلبس ولا هظبط يا باشا وكلفه انا قاعد وشايف وعارف وشايف هتفرج عليكم واجيبكم انشفوا بطلوا مراعه ما شفتش معاكم مبدعه. انا ثابت على وضعي ومدروس انظر منكم الفانوس بخطط واظبط واربط وانطط كلها عرفت بعضيها والخطوة وعطيها